ولا للوطن علمنا أن من يتنفس هواء وطنه ويعيش بخيرات بلده لا يمكن أن تمتد عينه وقلبه وأنفاسه إلى ما خلف حدود هذا الوطن. لذلك من الإمام الحسين تعلمنا أن من ينتمي للوطن ويوالي غير الوطن فإنها خيانة عظمى، فإنه دجل عظيم، وإنه خداع. أما أن يأتينا الصوت والتوجيه والإرشاد من خلف الحدود فهذه ليست عقيدة الإمام الحسين أيها الأخوة. فنحن نرفض هذه الانتماءات، ونرفض هذه الولاءات، ونرفض ونعلن بأعلى أصواتنا بلا خوف وبلا تردد ولا أي شيء يمنعنا في سياسة الولاء أن من يوالي غير هذا الوطن فهو خائن أيها الأحبة، محروم من سياسة حب هذا البلد. أعلم أن هذا الكلام يجرح، أعلم أن هذه الكلمات صرخات ورصاصات سوف تضرب صدور المتخاذلين والخائنين والمتقاعسين والذين باعوا ولاءهم إلى ما خلف الحدود. أعلم أن هذه الكلمات تجرح وأنها رصاصات في قلوب هؤلاء، وأن هذه الرصاصات سوف تعود في يوم من الأيام أن تضرب قلبي وقلبك. وأعلم أن هناك من يكتب ومن يسجل هذه الكلمات ويبعثها لأسياده، وأسياده يبعثونها لأسيادهم خارج الحدود، وسوف يفتي المفتي خارج الحدود بقتلي وقتلك بتهمة أننا نزعزع الولاء، بتهمة أننا نهدد هذه الولاءات الورقية الزائفة الزائلة في يوم من الأيام. كما قالوا وكما حكموا وكما صوبوا رصاصاتهم وقالوا أن هذا الفقير الذي خرج في الشارع يطالب بحقوقه، قالوا هذا عميل، وأن صاحب البسطية البسيط الفقير الذي حمل العلم العراقي وراح يطالب بقوته، قالوا هذا عميل، وأصحاب المصادر العمل الفقراء المساكين الذين قالوا للفساد لا وقالوا للمفسدين لا، قالوا إنهم عملاء ويجب أن يموتوا، وفعلا قتلوهم وماتوا.